تفكر ان انت تبقى تعرض مسلسلاتك اوت اوف سيزون بره رمضان، ولا انت متمسك برمضان اللي هو ولا فارق معايا خالص الكلمه دي عشان الناس تفهمها؟ بره رمضان في رمضان، هو طبعا رمضان الواحد بيتمنى لان بتحب المنافسه بتبقى حلوه، انما بيبقى فيه كده ايه، بتحس بتعب الشغل اللي انت تعبتيه، فعامل شغل فتقول الحمد لله، وفي اي وقت بقول الحمد لله حتى لو ما حصلش نصيب. بره رمضان ما ده دي قصه تانية، ده موضوع تاني. انا احب مثلا اللي هي المسلسلات ممكن تبقى 10 حلقات على المنصات، احبها يعني، دي اميل ليها جدا. ممكن الواحد يقعد يفكر في افكار كبيره ومشاهد كده تبقى كبيره، بس انت تضغطها ل10 حلقات تبقى مسلسل جامد قوي. بس انت في رابط نفسي بينك وبين رمضان، انت تحب ان انت تبقى في السيزون، انت يا رب يدمش، يا رب يدمش. خلينا كده انا اعلم عليه على طول يا جماعه، اخر سؤال خالد سحبت اعلم عليه بقى تحت اموري مين؟ طبعا ايه بقى دوت مع خالد ده، واتكلم مع خالد مش مش يعني خالد بيحكي عن نفسه، خالد ابن ناس اتربى. السؤال اللي جاي كده يعني ابن ناس محترم، ممثل فاهم، يستاهل الخير كله، شخصية كلها نقاء يعني. فلا خالد ده هحكي عليه كتير، وانا بستمتع معاه بقى في التمثيل يعني، انا بستمتع لان خالد يعني ميزته ان هو يعني بيشاور اللي حواليه، يقول لك اعمل كده ولا ما اعملش كده. فانا كانت وجهه نظري هو كان قلقان من حاجات، فقلت له لا هي لايقه الشخصيه، تحس هجمه كده، فهو في الاخر يعني ايه، فعاملها بالطريقه البسيطه دي. خلي بالك ضحك صعب يعني، فهو ما شاء الله ربنا يزيده ويستاهل كل الخير. ده بالنسبه لي اعلان تحفه، واعلان اتصالات احلى واحلى. انا كنت مشير بوست على فيسبوك الصبح بيقول ان حماده هلال بعد ما خرج من السينما بقى يعمل عظمه في الدراما، هل كانت المشكله في السينما؟ انا ما خرجتش والله من السينما، انا مستني اعمل فيلم جامد في السينما. السينما دي اصلا هي دي حكايتي، بس انا كل الورق اللي يجي لي للاسف برضه بيه المنتج، وانا مش عايز ارضى اي منتج على راس المنتجين، بس انا مش هرضيك وفي الاخر تضايقني وتتعبني يعني. حماده في الدراما، حماده في الافلام، حماده تاني خالص. ما شاء الله كل مسلسلاتك ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب كل مسلسل اعلى من اللي بعديه الحمد لله، عكس الافلام اللي ما بتحققش المبالغ العاليه، ما بتخشش في المنافسه على التوب 3. ما تعلمش، بس لا في افلام ممكن كانت توب 3، بس في الفيلم الاخير هو اللي كان فيه مشكله شويه، عشان بسببه عرفت ان في فخ بيقع فيه اي حد، فانا ما رضيتش فسبت لهم الفخ ده، لا مش خش غير لما الفخ ده يكون مظبوط. اخر سؤال بقى، ثانيه واحده يا شباب، بس ثانيه واحده ظهور ضمن الراهب، طبعا لازم نظهر. كان ايه الهدف؟ لان احنا كل الاديان بتجتمع على هذا. لازم تجاوب على الحاجه دي. حاضر من هذا. لا دور مهم جدا، لازم برضو نسمع نصيحه من عالم مسيحي موجود في الاخر. انت اللي بيتفرج عليك كل الوطن العربي وجميع الاديان بتتفرج عليك. كان قبلها على طول انت رحت العالم مسلم، أي معاك، بس حسيت ان هو ممكن يكون مش فاهم او مش قادر. لا ده ما كانش عالم، ده كان واحد اللي وداني لعماد، ده كان ده حد يعني مش مظبوط. انا خلي بالك مش قصه مسلم ولا مسيحي، في المسلمين في حد يكون يوجهك صح ويوجهك غلط، في المسيحيين ممكن حد يوجهك صح، ده طبيعي موجود الصح والغلط في اي حد. بس انا عندك الشيخ عبد الرحمن، ما ده شيخ بيوجهني صح، ولما وداني لصاحبه اللي كان بيتعلم معاه او بيفهمه كان صاحبه زهير وراجل مسيحي، وانا ما كنتش اعرف لما رحت وفاجئني، فقلت له طب تمام. فبالعكس انت في الاخر احنا بنفيد بعض، وادي المسج بالنسبه لنا ان احنا كلنا في واحده يعني.